بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العرش العظيم. قال الإمام النووي يرحمه الله تعالى في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: باب الستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والعياذ بالله تعالى. يحبون أن تشيع، أي أن تنتشر الفاحشة بين الناس، وليس الشرط أن تنتشر بالعمل، إنما لو انتشرت بالقول بحيث يتسامع الناس بها ويكثرون الحديث عنها فهذا من محبة شيوع الفاحشة. وأحيانا قد لا يقصد الإنسان، ولكن معنى كلامه يؤدي إلى شيوع الفاحشة، ليس بنفس الوزر ولكنه يأثم، لذلك يحذر الإنسان. مرة ذكر بعض أهل العلم والفضل في كتبهم، وهو الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، وهو ليس مصريا، من بلدنا لكن من قديم، قال: كان لنا بعض شيوخنا في دمشق، يعني القضية من 100 سنة تقريبا أو أقل قليلا، قال: كان بعض شيوخنا في دمشق رجلا صالحا لكنه ساذج، أي بسيط التفكير. فجاءه يوما بعض الناس فقالوا: يا شيخنا، أتدري ما الذي جرى؟ ما الذي جرى؟ الراقصة الفلانية جاءت إلى المسرح الفلاني. لم تكن السينما في وقتها قد انتشرت، ولا كل هذا الذي نعرفه الآن، أول ما جاءت كانت السينما ولا. نعم، فالراقصة الفلانية جاءت إلى المسرح الفلاني. غضب الشيخ، رجلا بسيط ولكنه طيب القلب. الخبيث اللعين الذي يذهب إلى تلك السينما فيحضر فيها عند الراقصة الفلانية، هذا إنسان والعياذ بالله، كذا كذا. في اليوم الثاني جزء ممن كان يحضر الدرس ذهب ليحضر الراقصة. من الذي عرف بها؟ الشيخ. كيف؟ من حيث لا يدري، من بساطته. طبعا مثل هذا في هذا الزمان ما عاد أحد عنده سذاجة أو لا يعرف، للأسف ما تسمى بوسائل التواصل عرفت الصغيرة والكبيرة والناس أجمعين بالضلالات والفجور والعياذ بالله تعالى. على كل، الإنسان حذر، لا ينبغي له أن يذكر أشياء فيها من الفاحشة، فيها من الانحراف عن طاعة الله، إلا للحاجة الضرورية، مع التنبيه والتنويه والإحاطة بالقضية قدر المستطاع حتى لا تكثر وتظهر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. أخرجه مسلم. عرفت أن فلانا وقع في ذنب لكنه لم يظهر به ولم يستعلم، بينه وبين ربه أخطأ في خطأ وأذنب ذنبا من الذنوب، لم أقل للناس إن فلانا فعل وفعل، سكت. إن استطعت أن أنصحه بيني وبينه نصحته، وإلا سترت عليه، لم أكشف ستره، لأنه في الأصل لم يتجاهر. فهذا ما دمت قد سترت عليه لوجه الله تعالى الجزاء، قال: ستره الله يوم القيامة. فالمسلم حريص على أن يستر الناس، ولكن من الذي يستر نفسه يستحق مثل هذا؟ قلت مرارا: أما إنسان يتجاهر بالمعصية لا يأبه لأحد، هو أمام الناس جميعا والعياذ بالله تعالى يسب الدين قدام الناس جميعا في الشارع في الطريق، يسب الله عز وجل والعياذ بالله تعالى، هذا لا يستحق لا سترا ولا شيء. هذا هو في الإنسان المتجاهر مستكبر على الله تعالى وعلى طاعته، فهذا لا يستحق سترا. هذا كلما استطعت أن أقول فلان لا يخاف من الله فلأفعل، حتى يعرفه الناس، حتى من لا ينتبه فلينتبه إليه، لأنه هو متجاهر بالمعصية. لذلك ذكر العلماء من الأسباب المسقطة للغيبة الجهر بالمعصية، هذه لا يبقى لهذا الإنسان غيبة والعياذ بالله تعالى. قال: وعنه، أي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين.
وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. هذا الحديث عظيم ومفيد، وينبغي أن يحذر الإنسان من الوقوع مما فيه. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. منذ قليل ذكرنا شأن المجاهرة، الاستعلام بالمعصية. قال: وإن من المجاهرة، أي من أنواعها، أن يعمل الرجل بالليل عمله ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. هذه أكثر ما تكون أيها الأحباب بين الأصحاب، الرجال والنساء في سن الشباب في الأكثر. فليحذر إخوتنا الشباب، يريد أن يتظاهر أمام أصحابه بأنه قوي، بأنه ذكي، بأنه غني، بأنه يستطيع أن يفعل كذا، يستطيع. فيأتي لأصحابه: تعرفوا سويت عملت كذا وكذا، شفت كذا وكذا، أخذت كذا وكذا. من قال لك أن تخبرهم؟ أنت أذنبت بالذنب الأول، الآن فوق ذنبك تشيع الفاحشة التي عملتها، تنشرها. الحديث يقول: قد بات يستره ربه، خلاص فعلت الفاحشة بينك وبين نفسك، سترك الله ما فضحك، ويصبح هو يعني والعياذ بالله يكشف ستر ربه، ستر الله عنه. لماذا تحدث الناس بها؟ أو بنت مع صديقاتها: اتصل في الشاب فلان وقلت له في كذا وقال لي كذا. طيب سترك الله تعالى وقد فعلت المعصية، لما تنشرينها الآن؟ أنت تكشفين ستر الله عنك، سبحان الله العظيم. وهكذا كثير من الناس يزين لهم الشيطان بسبب حب الظهور. كانوا قديما يقولون: حب الظهور يقسم الظهور في كل شيء، حتى في الطاعة. في الطاعة أنا أصلي فرضنا ركعات في الليل، لماذا تحدث الناس عنها؟ أسكت خلاص، تصلي بينك وبين الله، تتصدق أسكت، تفعل كذا أسكت. يا أخي والله أنا كل يوم في قبل الفجر بنصف ساعة وكذا وكذا، من طلب منك أن تتكلم عن هذا حتى تضيع ثوابك؟ لكن هنا في شأن الفواحش الأمر خطير جدا كما قلت، وبخاصة أؤكد يا إخوتنا الشباب احذروا. أخطأت خطأ أسكت، لا تنشره بين الناس حتى لا يكشف الله تعالى ستره عنك والعياذ بالله تعالى، فتصبح مجالا لعذاب الله عز وجل والعياذ بالله تعالى. قال وعنه أيضا قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. مثل هذا يعني لما أخذ شرب الخمر، أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا. شرب الخمر هذا عقوبة شارب الخمر الجلد، طبعا متى؟ لما يراه أحد أو لما يجهر بذلك، حينها يستحق. أما إنسان أغلق بابه عليه فعل هذا الذنب، لا يلحق إلى بيته حتى يرى يشرب خمرا أم لا. المهم قال: قال أبو هريرة لما قال لهم اضربوه، هذا يستحق الجلد. الجلد كيف يكون؟ يكون 40 جلدة. كيف تكون هذه الجلدات؟ ضربا مؤلما غير مؤذن أذى شديدة، مؤلما غير مؤذن أذى شديدة، يعني الأذى الخفيف يحتمل، أما الأذى الشديد لا. بمعنى أولا يعذب يعني يجلد أمام الناس، ثانيا يؤلم ألما كما قلت. فالجلد مثلا بصوت، الصوت حبل يلف ويضرب به، هذا الجلد كما قلت يؤلم لكنه لا يؤذي أذى شديدة، بمعنى ما بده يتسلخ جلده أبدا أبدا أبدا، ولا ينزف الدماء لا، وإنما يؤلم يعني بحمر جلده. إيه؟ الآن شرط أن يكون الجلد بهذا الصوت؟ لا. لذلك الحديث أشار قال: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. بيده واضحة يضربه هكذا، بنعله كيف؟ طبعا من باب الفائدة، النعال في ذلك العصر غير نعالنا،
غير نعالنا، أما نعالنا نحن فضربة منها تودي بالإنسان إلى الدار الآخرة. هذا مفهوم يعني واضح. نعالنا مختلفة تماما. النعال في تلك الأعصر كانت لينة جدا من الجلد الخفيف. قد يكون في بعض الصور بعض العلماء صور هيئة نعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال بحثه ما ورد في السنة كيف كانت النعل. لها سيور يعني نقول مثل الرباطات، وهي لطيفة لينة جدا وعلى قدر الرجل، بمعنى مثل واحد يعني أقرب ما يكون الآن للكلاشي بالعامي، أقرب ما يكون، والكلاشي لسه أقوى شوي، هي أخف. هذه كانت النعال، فلما تضرب هذه تؤلم لكنها لا تجرح، لا تشق الجلد هكذا. قال ومن فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، يخلع مثلا عباءته يضربه بها. قال فلما انصرف قام الرجل ضربه، قال بعض القوم أخزاك الله، يعني بالعام إنه الله لا يوفقك، الله يعذبك كذا. الخزي والعياذ بالله تعالى هو العار والشدة والبلاء والإيقاع في الشر. نعم قال أخزاك الله. لم يقبل بذلك رسول الله، قال لا تقول هكذا، لا تعين عليه الشيطان. الرجل أخطأ له وعاقبناه وأمام الناس وضربناه، لكن بعد ذلك ندعو عليه أيضا. لذلك أيها الأحبة، الآن العصاة المجاهرون صحيح كما قلنا كشفوا ستر ربهم، ولكن الإنسان بينه وبين نفسه يقول يا رب أصلحهم، لأنهم لو استمروا على هذه الحالة سيزيدون الشر على أنفسهم وعلى الناس. فيدعو لهم الإنسان بالخير، خير من أن يقول يا رب خذهم، يا رب انتقم منهم. مو ليس كل الناس وليس كل التفصيلات، لكن إنسان فرضنا أخطأ خطأ، واضح الأمر، إنسان أخطأ خطأ وعوقب أو كذا، مثل هذا ينبغي أن يدعى له، أخطأ خطأ وعوقب عليه، استحق العقوبة. يا رب الله يهديه، الله يصلحه، الله يتولاه، لا تكن سببا في زيادة الشر عليه. قال لا تعينوا عليه الشيطان، رواه البخاري. قال النووي باب قضاء حوائج المسلمين. قال الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. منذ قليل قلنا هذه رواية أخرى جاءت الآن، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من لحظات قلنا الحديث كان ومن لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، هنا الرواية ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذه يسميها العلماء زيادات الثقة يعني في الرواية، فهذه الرواية فيها الستر في الدنيا والآخرة، من يستر المسلم يستره الله جزاء لذلك في الدنيا وفي الآخرة. قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أخرجه مسلم. هذا الحديث كل مقطع منه شأن عظيم، كما كانوا يقولون قديما يكتب بماء الذهب، طبعا كل كلام سيدنا رسول الله يكتب بماء الذهب، ولكن كما قال الله تعالى عن كتابه العزيز منه آيات بينات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. قد يكون بعض الكلمات الموجزة تبلغ القمة سبحان الله. يقول الحديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نفس بالسين، بعض الإخوة مرة سمعته يقول من نفث، نفث بال يعني بالثاء بعض على السين وأصلحه الله، هذا يعني واحد عم بتفول بعمل هذا نفث، ويدعو بها في الدعاء هو في مكان في مسجد يعني سبحان الله. مهم، فما في نفثه بالثاء، نفس سين
نعم هو يعني يستعجل شوي، ليش نفسه؟ شلون يعني نفسه؟ طيب نفس من التنفيس، والتنفيس هو التفريج، هو إزالة الشر. نعم يكون الشيء محتقنا متضخما كبيرا، فتأتي إليه فتفك ضخامته وتزيل تضخمه فيرجع إلى حالته الأصيلة الطبيعية. هذا معنى التنفيس. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أي أزال الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. رأيت إنسانا محزونا ولو بكلمة طيبة، خير يا أبا فلان، خيرا، والله ابني عزبني كذا، يفعل كذا يفعل كذا، طيب إن شاء الله الله يعينك، إن شاء الله الله بكرمه ووفقه وبهديه بصلحه وكذا. قلت له بعض الكلمات شعر براحة، نفست عنه الكربة. الجزاء، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الله أكبر. رأيت إنسانا والله علي دين، طيب ذهبت إلى البيت معي كذا معي كذا، تفضل يا أخي هذا قضاء عن دينك، سواء أخبرته أو لم أخبره، ذهب إلى صاحب الدين فقال أدى الله عنك. كيف يا أخي؟ والله شخص إجا أدى عنك. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر إما هو المدين يعني ليأخذ مال وما عنده الوفاء، أو قد اشترى بضاعة ولم يجد سدادا لثمنها، هذا إنسان معسر، وهكذا، أو تراكمت عليه الديون ولم يعد يستطيع القضاء. قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير على المعسر نوعان أحبتي، إما بفسح المجال له إلى مدة زائدة أو بالتسامح معه مطلقا. قال كيف؟ بمعنى الآن دينه يستحق على رأس الشهر الهجري العاشر، على رأس شهر شوال، فتبين لي أنه معسر، قلت يا أخي معك إلى ذي الحجة شهرين إلى الأمام، معك إلى المحرم من السنة القادمة، هذا تيسير على معسر. أو أقول له أدى الله عنك، يعني سامحك الله يا أخي، أسأل الله أن يوفقك، لا أريد منك شيئا. تمام. بعض الأحبة من باب الذكر أحبتي والفائدة قد يحتسب هذه من الزكاة، وقد نبهت مرة أنها لا تحسب من الزكاة، هذا أمر مهم. إنسان كان قد استدان مني مالا، فقلت في نفسي ما عنده ما يرده لي، فقلت في نفسي أسقطها من الزكاة، أحتسبها وأسقطها عن وأسجلها عن على قيودي من الزكاة، لا تحسب لي الزكاة. من شروطها النية قبل أن تدفع. وهذا المال الآن وينه؟ مدفوع ولا موجود تحت إيدي؟ مدفوع بقلبه بالعمل، يعني يأخذه مستلمه هو وتحت إيده وما برجعه. فالمال المؤدى للزكاة ينبغي أن يكون ملكيته كاملة لي، وأستطيع التصرف به وأنويه قبل أن أؤديه. كل هذا، فأنا الآن هذا المال في الأصل لا أستطيع، ليس تحت يدي ولم أنويه من قبل، لذلك لا يصح هذا. وإن قال بعض أهل العلم بجواز ذلك، لكن الراجح عند جمهور أهل العلم لا يصح، فننبه إلى ذلك. قال إيه؟ طيب أنا لا أسقطه عنه، أسقطه عنه لوجه الله، تحتسبه من الصدقة تقبل الله، تحتسبه هدية تقبل الله، لك الأجر العظيم، نعم قطعا لذلك، لكن لا تحسبه من الزكاة كما أشرت. قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هناك حديث عظيم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، أن رجلا ممن كان قبلنا لم يكن يعمل خيرا، ولكن كان يقول لفتيانه إذا رأيتم معسرا فأخروه أو قولوا له أدى الله عنك. أدى الله عنك بمعنى وصل خالص يعني بالعربي، أدى الله عنك. قال فمات فلقي الله تعالى فسأله عن عمله فقال لم أعمل خيرا، فقال أما إن لك عندنا يدا نكافئك عليها. قال يا رب كنت أقول لفتياني إذا رأيتم معسرا فأنظروه، يعني أجلوا أمهلوا، أو قولوا أدى الله عنك. كان أحيانا يقول
لعل الله يتجاوز عنا. قال فتجاوز الله تعالى عنه. تطلع مع هو ما هو من أهل الإيمان ولا من أهل الاستقامة، يعني مو أقصد من أهل الإيمان أهل الكفر، لكن ما هو أهل الالتزام بالدين وكذا وكذا، لكن مستقيم الرجل بعيد عن الالتزام كذا، يقع في قلبي هذه الكلمة: إذا رأيتم إنسان بعتوه بضاعة أو أقرضتموه مالا وجدتموه معسرا، إما أمهلوه مدوه المدة أو قولوا له أدى الله عنه، أسقطوها منتهى الموضوع. يقع في نفسه لعل الله يتجاوز عنا، يا الله كريم الله كريم، طبعا يتجاوز عن العبد المؤمن، طبعا يتجاوز عن، أنت ترجو أن يغفر الله لك، والله أكرم من أن لا يغفر لك، والله أكرم من أن لا يغفر لك، وإن كان الإنسان خطأ، وإن كان الإنسان مسرفا على نفسه، الله تعالى متفضل على عباده، الإنسان يرجو رحمة الله تعالى وإن كان مسرفا، ولكن يبادر ولو بأيسر ما يكون. مثل هذه الأمور يا أيها الأحبة عند الله عظيمة، أنا أختار هذه الأبواب لما لها من فضل، وبخاصة في وقت البلاء في وقت الشدة مثل وقتنا هذا، الإنسان يتجاوز عن عباد الله لوجه الله تعالى، يخفف عنهم، يتسامح معهم، يسامحهم لوجه الله تعالى. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أنا أساعد إنسانا، امشي معي خير خير، امشي معي أشوف فلان بلكي يقضي لك هذه الحاجة، بلكي يساعدك، بلكي انتظر قليلا، أتصل بأحد أصدقائي، فلان يا أخي له الحاجة الفلانية هل تستطيع مساعدته؟ نعم أرسله لي. والله في عون العبد، ما أعظم هذا، الله أكبر، والله في عون العبد ما دام العبد في عون، ما كان العبد في عون أخيه. الله تعالى يقيد لك من يعينك، من يكرمك، من يساعدك إذا ساعدت أخا لله تعالى. قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. العلم يا أيها الأحبة في الحديث مطلق، كل أنواع العلم، لكن العلم الذي ليس من علوم الشريعة ينبغي أن يقترن بالنية الصالحة، بمعنى ابني فلان كذا كذا يدرس علما عاما، طبا، هندسة، فيزياء، لغات، ما إلى ذلك، هذا علم عام ينبغي أن يقترن بالنية، فينال الإنسان الأجر عليه ويسهل الله له طريقا إلى الجنة. قال: إيش النية؟ أنا أدرس الطب، أدرس الطب مثلا، أنوي أن أساعد المسلمين إن استطعت. أنا أدرس الهندسة، أنوي مساعدة بعض الفقراء في إنشاء بيوت لهم، أن أخفف عنهم الأجر، أن أساعد في إنشاء المساجد وأخفف الأجرة المال، وهكذا. أدرس الفيزياء، فإذا مثلا صنعت شيئا مفيدا أعلمه للناس، أحيانا لا أريد مالا، لا أريد أجرا، فإذا أنوي نفع المسلمين وخدمة المسلمين ونفع نفسي، مثل هذه النية الصالحة يؤجر العبد عليها حتى لو كان العلم ليس علما شرعيا. قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا المكافآت، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما أعظم هذا، ما أعظم هذا. لذلك أحبتي، حلقات القرآن أين وجدتموها؟ في أي مسجد، في أي مكان، في أي يعني أرض، احرصوا عليها، اجلسوا بهذه النية، بنية وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. يتلون يقرؤون قراءة، يتدارسونه يفهمون. هذه الكلمة ما معناها؟ نسأل، هذه الآية ماذا تعني؟ هذه هي المدارسة، المحاولة أن أفهم كلام الله من أجل أن أستوعبه، من أجل أن أعمل به، هذه المدارسة. أو هل لا أسمعتني هذه الآية؟ نعم. هل لا أسمعك هذه الآية؟ نعم. وهكذا، هذا كله من المدارسة. ويتدارسونه بينهم. الجزاء: نزلت عليهم السكينة، السكينة بمعنى الطمأنينة التي تكون في القلب والسعادة، وكذلك هي ملائكة من ملائكة الله تغشى هذا المجلس. لذلك قال: وغشيتهم الرحمة، أي أحاطت بهم رحمة الله عز وجل، وحفتهم الملائكة. يا الله ما أجمل هذا، مجلس فيه القرآن،
تلاوة حفظا استماعا مدارسة فهما وهكذا. وغشيتهم الملائكة، تحيط بهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة برحمة الله. قال وذكرهم الله في من عنده، من الملأ الأعلى في سيدنا جبريل، من سيدنا جبريل وميكائيل وباقي ملائكة الله الكرام وحملة العرش، هؤلاء عند الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. فيذكر الله هؤلاء في من عنده، يقول إن عبدي فلانا يحضر حلقة القرآن فاستغفروا له فاذكروه. ما أعظم هذا، ربي سبحانه وتعالى يذكرني، سبحان الله. وعند ملائكة الرحمن الكرام الكبار العظام، سبحان الله العظيم، ما أعظم هذا. فاحرصوا أحبتي بالله عليكم، مثلا بعد الصلاة عندنا حلقة قرآن، عندنا حلقات قرآن في المسجد أيضا كل أسبوع بين المغرب والعشاء يوم السبت كذا، في كل مساجد في حلقات قرآن. بعض الإخوة كثير منهم يخجل، بلغ 60، بلغ 50، بلغ 40، يخجل أن يجلس في حلقة القرآن. والله زغلطت، إيش ده يقولوا عليك؟ لك يا أخي إيش ده يقولوا؟ الله من عمه من ستر مسلما، يصححوا لك، إيش ده يقولوا؟ ما راح يقولوا شيء. إنسان يتعلم، كلنا نخطئ، أكبر عالم قد يخطئ، ما في مشكلة، لا تخجل من مثل هذا، هذا أمر عظيم. قال وذكرهم الله في من عنده، ثم ختم الحديث بلفظ جميل وعظيم، قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. سبحان الله، هذا ابن فلان، من فلان؟ فلان معروف، أستاذ، طبيب، مدرس في الجامعة، غني كبير، عائلة مشهورة، أقوياء، لهم منزلة كذا كذا. نعم، ولكن هو ماذا فعل؟ هو لا يستحي والعياذ بالله تعالى، هو يرتكب الفواحش، هو يجهر بالمعصية، هو إنسان بعيد عن الله، هو إنسان غير ملتزم بالصلاة، هو إنسان. إيش استفدنا منه؟ قال ومن بطأ به عمله، عمله لم يؤدي به إلى الخير، لم يسرع به نسبه، مهما كان أبوه أو جده أو أهله أصحاب مقام ومنزلة وكذا وكذا، لن يستفيد شيئا منه، لا وزن له عند الله تعالى، ما يفيده ذلك شيئا. أذكر بعض شيوخنا رحمه الله تعالى حدثنا، قال جاءه يوما امرأة غير محجبة لكنها احترمت الشيخ، وضعت شيئا على رأسها كذا، سترت قليلا من نفسها ودخلت إليه، خيرا، سلمت عليه، بدأت تحدثه، ثم قالت له أنا أجدادي لن توبيت، لعل من يعرف من أهل حلب القدماء ما المقصود بهذه الكلمة قد فهم. طبعا هذا الأمر أصلا مذموم شرعا، ولكن التويبيت بمعنى القبور العالية المجسمة الضخمة، هذا أمر مكروه شرعا كراهة شديدة، من السنة أن يكون القبر بمحاذاة الأرض يرتفع شبرا فقط، وإذا كتب الاسم لا حرج، أكثر من هذا لأن هذه القبور العالية المجسمة كلها مكروهة كراهة شديدة في الدين. فهي تقصد أن أجدادها علماء وشيوخ وكذا، فتبسم لها لما فرغت، قال ما ينفعك يا ابنتي أن يكون أجدادك أصحاب توابيت، إذا أنت ملتزم بالحجاب الذي شرعه الله، جدك الشيخ فلان استفدنا، الآن كم نسمع فلان إيه والله أبو الشيخ الفلاني إيه هو يا للأسف وهو بعيد عن الله. كم أتألم يا أيها الأحبة حينما أرى وأسمع، الآن نقول ستر مسلما من باب الستر، لكن يعني شيء مؤلم. الملتزمون كثير من الأحبة في صلاة الفجر مواظب لا ينقطع ولا يوم، ما شاء الله، الله يتقبل، والله شيء رائع فوق الرائع. ابنك أين هو؟ أين هو؟ ما بيجي والله، ما برد عليه. طيب، ابنك سيقال عنه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أنت ما شاء الله رجل صالح تقي قريب إلى الله، ملتزم، حافظ للقرآن، عالم، معلم، مفيد، جزاك الله خيرا، لكن ابنك لن يسرع به نسبه، لن يستفيد منك شيئا، سيبقى على بعده على شره والعياذ بالله تعالى. حاول أن تشده بأي طريقة، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اللهم لا تجعلنا ممن بطأ بنا عملنا، بل اجعلنا ممن أسرع بنا عملنا إلى القربات منك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.